Now it's my privilege to start the session off with Mr. Muhammad Al Muzaffar. Thank you. Thank you. أنا بداية يعني أذكر عن بلدي وهذه سلطنة عمان والسلطنة عمان معروفة هي دولة من دول الخليج والتعاون والجيران من الإمارات والسعودية والتونس فهذه عمان بعد سكانها مليونين وسبعمية ألف سنة أما عن الجمعية فهي جمعية مقرها في مسقط سلطنة عمان العاصمة عام 2006 يعني حتى تأتي فترة طويلة جدا كانت أيام الأمطار ظلم في 2006 وفيها شارك آلاف من المتطوعين من أهل الإخوان في تسليم الأحصار فهكذا بدأنا يعني أما عن الرحمة فما لأيمان المسلم جوانب الإبراهيم أكثر ورب العالمين رحمة البشرية كما أسمت المية رحمة البشرية كما أرضي الرحمة المدينة لدينا رسالة أساسها الرحمة لله والدافع العمل وهي رؤيتها فهي الطريق إلى الجنة وهو دافع قوي للمتطوعين وللمسلمين. طبعا انا احب ان اذكر يعني من هذه الكلمه هو الاستفاده ان نستفيد من الاعراض واذكر سر نجاح فريق الرحمه سر نجاح فريق الرحمه هو اخلاق المتطوعات تغطيه للمتطوعات وحريم المتطوعين. فان كثر من المتطوعات المتعاملين مجموعة من المتطوعين ما هي رؤيتكم؟
أهدافنا مساعدة العوائل، تقديم المعونة المالية للأيتام، للمحتاجين، للمطلقات، أيضا الدورات من الدور الأخير، أيضا لنا هدف هو مساعدة المحتاجين للحصول على عمل. عندنا الآن في أكثر من 40 عائلة نقدم لهم معونة شهرية، معونة من يعني المحلات نقدم لهم معونة شهرية أموال من الدخلاء أيضا نقدم أيضا يعني من أعمالنا أن نجمع الأثاث المستخدم الكهربائيات من العوائل ونقدمها للعوائل المحتاجة. أيضا مساعدة الشباب والعوائل لإيجاد وظائف يستفيدون منها من الفرص. مشاركة كثيرة بجانبنا فيها لتعليم المحسنين وتقديم الخدمات هذه أو تقديم لهم دورات وإيجاد وظائف لهم بشكل أو بآخر ونشجع أيضا إنشاء الشركات المصغيرة هذه بخدمات كانت بعمل الملابس إلى آخر. أيضا في بداية المدارس والكليات نعمل على توفير الأشياء الأساسية للطلبة من حقائب مدرسية وإلى آخره، وأيضا نقدم المعونة المادية للطلبة المحتاجين في الجامعات. في شهر رمضان، طبعا شهر رمضان وشهر مبارك يكثر فيه الكشوات ويكثر فيه العمل. في 2011 رمضان الماضي قدمنا مبالغ من سماحة الصدقات في معدل أو قريب من 250,000 دولار في هذا لعدد كبير من المحتاجين في العاصمة وخارج العاصمة. طبعاً قضية الأعصار ما بين الأعصار في 2006 هو اللي ذكرناه، فيدخل فيه كثير من التطوعات.